غادي تتعلم هذه، واذا بغيت تنقز الحاجه الاخرى بالزربه وهذه بقى ما فينيتيهاش ما فاليديتيهاش، فنبقى ناكل المرقه كل نهار باش غادي نبقى نتلاقى مع نفس بنادم، ونهار تبقى تحتاج ديكوفري تقول لك انا في اكسبلوتي تبع كيفاش ندير ترجع لديكوفري بعد هاد البلاصه لو فيد، كيف بقى عندك لو فيد. انا بسم الله لا يا سبحان الله، اليوم باش سجلت الحلقه الاولى وسجلت الثانيه وغادي نبدا معكم في الحلقه الثالثه، حيت من بالاسباب انني ما بقيتش كنصور من شحال هذه، راه شحال هذه ما صورتش، دابا شي واقيلا يمكن 6 شهور من لا فان ديال لاني ديال 2020 ما صورتش حتى لدابا، دابا 6 شهور عاد كنصور على وديت المونتاج حيت فيه تماره وادي اعتذر. نخليو هادشي كيفما جا، عجبكم ما عجبكمش نتمناكم تصبروا معنا وتمشيو معنا ان شاء الله. مرحبا بكم. اليوم علاش نهضروا؟ غنهضروا على واحد الكلمه مهمه بزاف، من بعد ما غادي تحدد علاش بغيتي تتعلمها ياك غادي ندوز معاك للحاجه الثانيه اللي هي ريبيتيشن، لا ريبيتيسيون، حيت لا ريبيتيسيون حتى هي كيكون فيها الملل كتمرض، هي الروتين كتقرا مثلا ولا خدام راه كتعيا، هذاك التراجي غادي جاي فيه غادي جاي فيه، كتبغي تبدل كتبغي ترونوبلي شويه لي شوز، واش انا نبقى نمشي من نفس الطريق واش نبقى ناكل المرقه كل نهار واش انا غادي نبقى نتلاقى مع نفس بنادم. الريبيتيشن اللي غادي نهضر عليها هنا هي ذا كي كيفما قلت لكم في الحلقه الاولى، باش انك تتعلم لكل حاجه لا ريبيتيسيون صعيبه والله لا صعيبه، شي واخا الحاجه كديرها وكتعاودها وكتولي كطير فيها. علاش قلت لكم انا دابا صعيبه؟ علاش؟ حيت شوف الاذكار، الاذكار ديال الصباح وديال المساء شوف واش كديرهم ما كديرهمش، ولا سولتك دابا الاذكار شحال يقدروا ياخذوا لك؟ ياخذوا لك 4 دقائق 5 دقائق والو والله العظيم، تقدر تخرج في الصباح تما جاي الله ما نسالك خير ما فادي اليوم خير ما بعده واعوذ بك من شر ما فادي اليوم وشر ما بعده، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني بزاف الاذكار بحال هكا ما تقدرش تبقى ديرهم، ديري 10 10 10 شويه شويه ما ديرهمش، وسول نفسك دابا انت واش كدير، ما كياخذوا لك والو والله ما تياخذوا لك شي حاجه، وكيعاونوك في الجانب الروحي وهادي الله يسمح لنا والله يغفر لنا والله يتوب علينا. في الفرنسيه ولا الانجليزيه باش تعلمهم خاصك تبقى تعاود، اقسم بالله زعما حيت لا ما عاودتيش راه ما غاديش تتعلم، غادي تتعلم هادي واذا بغيت تنقز الحاجه الاخرى بالزربه وهادي بقى ما فينيتيهاش ما فاليديتيهاش ما درتيش ليها سميتو صافي درتيش ليها في هكا راه ما غاديش تتعلم الحاجه، نشدها نبقى نعاودها نبقى نعاودها نهار كامل بحال الحمق بحال الحمق. ناخذ مثلا واحد شي تعبير، let's take an expression for example، on va prendre une expression qui va être utile et bénéfique pour vous. Inch'Allah, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus avec nous, avec moi. C'est pas nous, c'est juste moi. Et je vous parle depuis le laboratoire. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Je vous dis l'expression que vous avez dit. C'est un peu plus tard. دابا انا قلتو ناتوريلمون سبونطانيمون نقدر نبقى نقول فما سميتو فما حطيتيني غادي نبقى نقول لك بزاف ديال البلانات. aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi une série de vidéos. دابا غادي نقدر بلا من نبقى نقول نوجدها ولا نكتبها في شي سكريبت تكست باش انا نبقى نكتبها باش ملي نبغي نبريزونتي ولا نبغي ندير لكم شي فيديو نقولها. علاش؟ حيت انا كنبقى نعاود هادشي كل نهار باش تعرفوا، راه دابا الشيء لو فيت باش انني كنجلس هنا وتنهضر معاك بحال هكا راه هذا الشيء ماشي ما جاش غير ماشي زعما تنقول لك انا راه واعر غير بحال هاد اللعيبات بحال هكا باش كنهضر معاك بهذه الطريقه، ولا تقدر تشوف واحد الجمله قلتها مقاده ولا تقول ياه ما تيديرش لي زيرور، حنا كلنا خطاوين بطبيعه الحال، ولكن باش انك كتنقص انت من لي زيرور ديالك خاصك الريبيتيشن لا ريبيتيسيون، كتبقى كتعاود تعاود تعاود تعاود. كنجي في الصباح هنا كنبدا نهضر مع راسي Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes très ravis de vous parler, c'est un grand plaisir aujourd'hui et bien sûr c'est un grand travail qui a été amené au sein de notre équipe et nous avons exploité et arrivé à des résultats qui ont été
vraiment vraiment très très bénéfique pour le projet. بحال هادشي ممكن لك تقول له كل مره نقدر نقول لك بطريقه مختلفه بلا ما نبقى نعاود ديال نفس الاكسبريسيون. هادشي من جمل لا ريبيتيسيون، كنجي في الصباح كنبقى كنعاود كنبقى كنهضر 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 كنهضر، وهذيك الهضره اللي كنهضر ما كنكونش ما نقولش ما وجدتش ليها، وانما غير هذوك الكلمات اللي خديت وهذوك الجمل كنبقى كنقولهم كنقولهم. شي سيبوزون اليوم قلت واحد هضرت 10 دقائق هضرت فيها على كيفاش نقدم راسي. بونجور جو سوي نجم ايوب دكتوران دون لا فاكولتي دي سيونس دي رابا جي 20 تتتت شحال من عام 1994 عادي جدا. دونك جو ترافاي دون لو دومين دي سوبستانس ناتوريل. بحال هذا باش نبقى نقولوا راه ما غاديش نبريزونتي غير نهار نبغي نوجد واحد واحد البريزونطاسيون ولا عندي شي كومونيكاسيون ولا عندي شي ريونيون ولا سميتو عاد نمشي نعاود. لا كل صباح كنبقى كنعاود كل صباح كل صباح، ملي كيجي شي نهار وكنحتاجو كيخرج صغير كنكون اجور. دابا يجي يوقف عليا الاستاذ ولا تنوض توقفني في شي ريونيون ولا شي حاجه غادي نبدا نهضر نبدا نهضر ونقدر ما نوقفش نبقى داوي 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 ونقدر كاع ما نقولش شي حاجه مهمه باش يكون في علمك. نقدر نقدر نمانيبوليك غير بالهضره، عاد نهضر وتمشي معايا ما تبقى تقول واه غادي تقول شي حوايج مهمين. انا نفس لي زيكسبريسيون تنقولهم وتنعاود السينونيم. مره تنقول لك مثلا اون فا اكسبلواتي، مره نقول لك اون فا فالوريزي، مره غادي نقول لك اون فا مثلا اكسبلواتي فالوريزي اون فا اكزاميني. هادو عندهم نفسهم تقريبا اكسبلواتي فالوريزي اكزاميني. نبقى نقول لك بزاف ديال لي سينونيم وما نقول لك حتى شي حاجه سبيسيفيك، نبقى تنهضر وما تاخذ حتى شي حاجه. هادشي ماشي تيجي مع لا ريبيتيسيون، ملي كتكون كتغيبيتي لي شوز مثلا حاجه تعلمتها ما غاديش نمل منها دغيا. بحال كيف ما قلت لكم الكلمه ديال ديكوفرير، ديكوفرير راه فاش كتولي عندك انكونسيامون كتولي غرافي في لا تيت ديالك كتولي داخله ديكوفرير. ما كنبقاش نفكر انني نترجمها راه هي اكتشف ولا شي حاجه، كنبقى تندخلها في بزاف لي سيتوياسيون كل نهار تنقولها تنقولها. شي اليوم مثلا تعلمت اكسبلواتي، ياك اكسبلواتي شنو هي باش نشرح لكم بالعربيه؟ هي انك تقيم واحد الحاجه كتقيمها ولا بحال حجره، خدينا حجره حجره لقيتيها برا ومتي تشديتيها وديك الحجره غادي تقدر تخرج منها شي تي تعجنها وتخرج منها شي سيمه ولا شي حاجه ما تخليهاش مرميه ولا تمشي تدخلها في سميتو ديك تما اكسبلواتيتيها ولا فالوريزيتيها ولا اكزامي فالوريزيتيها احسن، هي فالوريزيك تجي احسن. دابا هاد الكلمات هادو كنبقى كنعاودهم كل نهار، اليوم اكتشفت ديكوفري، غدا اكتشفت اكسبلواتي، بعد غدا اكتشفت مثلا اكزاميني ولا اكتشفت انترفونير. هادوك الاولين ما كننساهمش راه كنبقى تندخلهم مع هادو. انترفونير كنا اللي كندخل مع ديكوفري وكنعاود كنزيد لا فالوريزي وكندخل عاوتاني مع اكسبلواتي. يعني كيولي عندي كيولي عندي الافعال كاينين، كيولي عندي الاسماء وتيولي عندي حروف الجر حتى هما بطبيعه الحال لي بريبوزيسيون ولي نو ولي فيغ. مي تيولي عندي تنولي نقدر نسانتيتيزي دي فراس. دونك بوغ سانتيتيزي، هاد سانتيتيزي تقدر تقول فورمولي، تقدر تقول اكسبريمي، تقدر تقول مثلا كونستيتيي. دونك كونستيتيي فورمولي سانتيتيزي هادو كاملين تقريبا تتكون ولا فورمي ولا ايتابليغ ولا كريي، هادو كاملين دي فيرب اللي عندهم تقريبا تيكونوا نفس المعنى. كما قلت لكم باش نبقاو في نفس السوجي لا ريبيتيسيون، ملي كنبقى كنعاود ما نبقاش ننسى ديك الكلمه الاولى اللي استفدت اللي خديتها في الاول تنقول صافي ديك راه تعلمتها ما نعاودهاش. لا راه كتبقى كتعاودها، راك تعاود تدخل مع الاخرى وتدخل مع الاخرى وتدخل مع الاخرى. في الاخر شنو كيولي عندك؟ هاد الكلمه متلاقيه مع هادي متلاقيه مع هادي متلاقيه مع هادي متلاقيه مع هادي، تولي عندك داكشي مشعب ومشعكك بحال هكا مشعب. دونك كتولي كدوز من هنا 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 هنا، ماشي هاد الكلمه مسكينه خديتيه وطبقتها طبقتها مع شي كلمات اخرين ومن بعد درتي واحد الكلمه وهادو في جهه وهادو في جهه. وباش كتبغي تدوز من هنا لهنا ديكوفغي احتاجيتي استفدتي نهار الحد و اكسبلواتي احتاج سميتو استفدتيها الاربع مثلا نص السيمانه ونهار تبقى تحتاج ديكوفغي تقول لك انا في اكسبلواتي تبع كيفاش ندير ترجع لديكوفغي بعد هاد البلاصه لو فيد كيبقى عندك لو فيد. انا لا هادشي في الاول استفدتو تنبقى ديما كندخلو هكا هكا. ملي كيكون داكشي عندك متشعب كتولي كتنقز من هنا لهنا بحال شي شفار كيطلع السطوحه ماشي يكون السطوحه حدا بعضياتهم
تيبقى يعني هو هنا ويدور هنا يهز البركه من هنا هذه البركه من هنا وغادي خدام. اما يكون مسكين دار مفرقه بحال اللي تيكون في البوادي، دار هنا ودار لهنا دار لهنا، ما يدي والو مسكين، يطلع تماك يطلعوا يشدوا يقلبوا العصا صافي ويدوا للمخزن. فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ ما تخليش ملي تبقى تغيبيتي لي شوز عاودهم وفني سميتو، وداك الشيء الاول ما تنساش، ديما كمل عليه، حيت دابا انت غادي وكتبني راسك، وان شاء الله انت اليوم حصلتي لهاد عمرتي واحد الخنيشه صغيره ولا لي فوكابيلير، ياك غدا عاوتاني كتزيد كلمات وحده اخرين، من بعد كتزيد كلمات وحده اخرين، وغادي وغادي كتعمر هاد الخنيشه شويه، كتولي عندك خنشه واحده كبيره، غادي وكتزاد وكتزاد تكون عندك واحد الخنشه كبيره، فهمتي؟ بحال من الاول درتي بارطمان، ومن بعد غادي دير دار، ومن بعد دير عاوتاني فيلا، الله يخليك، وانت غادي وكتزيد بحال هكا بور انريشيغ هذاك لو فوكابيلير ديالك. il faut toujours répéter les vocabulaires que j'ai acquis pendant les premières périodes ou bien pendant les premiers moments. Il faut pas les oublier. Toujours, toujours. Il faut les garder dans la tête. Il faut les utiliser. Il faut pas les laisser à part. Tu comprends mon ami? Alors, on se retrouve dans la prochaine station, Inch'Allah. Bien dans le prochain épisode. Salut!